المشاهدات والمشاهدين، رمضان كريم، صوموا وتفطروا على خير، وبنتمنى إننا نتخلص من الضائقة بسبب جائحة كورونا في القريب العاجل. بداية المجد والخلود لمن ضحوا بأرواحهم بأرواحهن من أجل الوطن. عاجل الشفاء للجرحى والجريحات، ونتمنى العثور على المفقودين والمفقودات في القريب العاجل. مرحب بكم في أولى حلقات برنامجنا، برنامج نضالهن. نضالهن برنامج لمناقشة قضايا المرأة في مختلف مجالات الحياة ودورها ومشاركتها في الحياة السياسية العامة. أيضا أرحب بضيفتي في الاستوديو أستاذة تيسير النوراني، ناشطة سياسية وقيادية في الحرية والتغيير. التحية لكل المكافحات في حياتهن اليومية من أجل حياة أفضل لهن ولأسرهن. مرحبا بكم جميعا في أولى حلقاتنا. في الحروب والنزوح والفقر يكون العبء على المرأة. في التعليم والتربية ومتطلبات الأسرة تكون الأم هي السند وميزان الحياة. وفي الحياة العامة وفي تحمل أخطاء الساسة وفي حالات انعدام العمل والأمل تكون المسؤولية أكثر على النساء. هن شمعة الحياة ووقودها، كما كن وقودا لثورة ديسمبر المجيدة وزغروضة انطلاقتها، كن قائداتها ومسعفات الجرحى وقصائدها الهتافية. كانت الثورة امرأة بلا منازع، وكانت السبب الأساسي في انتصارها. ونحن نخطو نحو الوطن المنشود، الوطن الذي يحقق العدالة والمساواة وينعم بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم والحياة الآمنة. كان ملحا السؤال حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز فرصها في صنع القرارات الهامة للوطن. كان السؤال عن التمييز الإيجابي الذي يضمن مشاركتها في الهيئات التشريعية والتنفيذية والوظائف القيادية. فهل تحلم المرأة باكتمال التغيير أم ما زالت هي الخطوات الأولى فقط نحو الدولة المنشودة؟ مرحبا بكم مرة ثانية، وحلقتنا الليلة عنوانها شريكات التغيير، وكلنا عارفين الدور اللي لعبته المرأة السودانية في الحراك. برحب مرة ثانية بأستاذة تيسير النوراني، القيادية بالحرية والتغيير. أستاذة تيسير، مرحب أستاذة خديجة، ومرحب بقناة الشروق، وعودة حميدة، ورمضان كريم على كل الشعب السوداني، ونتمنى من ربنا الكريم يرفع عننا الوباء وتحايانا ووقفتنا حدادا على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. طيب أستاذة تيسير، عنوان الحلقة شريكات التغيير، وزي ما ذكرتها وكلنا عارفين إنه النساء هم كانوا صاحبات دور كبير جدا ومشاركتهم فاقت 60%. فحنتكلم الليلة عن أهمية المشاركة السياسية في هياكل السلطة للحرية والتغيير. في البداية ممكن شرح بسيط للمشاهدين والمشاهدات عن مفهوم المشاركة السياسية وأهمية مشاركتهم في السلطة الانتقالية. طبعا مفهوم المشاركة السياسية مفهوم متعدد، في آراء مختلفة، فهنالك آراء بترى أن المشاركة السياسية هي الفعل الإيجابي من المواطنين اتجاه قضايا بلدهم واتجاه قضايا السلطة الموجودة ومراكز اتخاذ القرار. أيضا المشاركة السياسية هي أي فعل إيجابي من المواطنين اتجاه الالتزام في العمل العام السياسي الموجود، إذا كان انتماء للأحزاب، إذا كانت وقفات في وقفات عامة، إذا كانت هي ذهاب إلى صناديق التصويت والانتخابات، كلها مشاركة سياسية. يجب إنه الناس تاخذ في بالها إنه أنواع المشاركة المختلفة دي بتفتح فرص لعدد أكبر جدا من الرجال والنساء الموجودين في المجتمع في المشاركة. مهم جدا إنه المشاركة السياسية مقصود بها تماما الفعل الإيجابي من المواطنين اتجاه مراكز اتخاذ القرار في السلطة، ودي مرتبطة بالنظام السياسي الموجود في البلد. إذا كان نظام سياسي ديمقراطي بيتيح فرصة أكبر للمشاركة السياسية، وإذا كان نظام استبدادي غد يكون هنالك شكل من أشكال المشاركة السياسية لكن في إطار اللي بتضعه السلطة الاستبدادية أو السلطة القابضة في وضع الإطار السياسي لمنظومتها السياسية.
عشان كده نحن دايما بنرى انه المشاركه السياسيه في العهد الديمقراطي هي بتزدهر اكثر. ليه؟ لانه بيكون ما في خوف، ما في هواجس امنيه، ما في ترقب، وما في اي تراجعات من المواطنين اتجاه قضاياهم، فبنلقى انه الفعل السياسي العام والمشاركه السياسيه في ظل النظام الديمقراطي دائما كبيره ودائما فيها مشاركات فعاله، واقرب مثال هو ثوره ديسمبر المجيده. المشاركات فيها كبيرة جدا، المظاهرات واحدة من أشكال وأساليب الاحتجاجات، وهي شكل من أشكال الممارسات السياسية. طيب يا أستاذة تيسير، ذكرتي أنه ثورة ديسمبر، وكلنا عارفين أنه النساء كان لهم دور عظيم جدا في ثورة ديسمبر، وكان امتداد لنضالات النضالات بتاعت النساء طيلة الثلاثين عام الماضية، اللي هو نظام أول ما جاء هو كان دائما محاول أنه يقصي النساء ويرجعهم يعني لورا شديد. وللأسف إنه المرأة السودانية لقت نفسها بقت بعيدة جدا. لو رجعنا قارنا الكلام ده بتاريخ النضال الطويل بعد ذاك بدت في تدابير إيجابية. ممكن تشرح شوية مفهوم التمييز الإيجابي أو مفهوم الكوتا؟ ليه نحن عايزين تمييز إيجابي أو كوتا؟ لأنه حاليا في كلام عن إنه بقول لك طيب أنتوا بدل يدوكم نسب أو يعملوا لكم تمييز إيجابي أنتوا نافسوا بالكفاءة، فمحتاجين توضيح للمسألة بتاعت التمييز الإيجابي. قبل ما نتكلم في التمييز الإيجابي خلينا نتكلم عن نضال المرأة السودانية في 30 سنة الفاتت. أنا بعتقد أنه كان في تجارب وزخم تجاربي كبير جدا من الفعل النسوي اتجاه العمل المعارض. يعني بنلقى التجمع النسائي الديمقراطي من سنة 90 هو تأسس وشارك في مواجهات كبيرة جدا اتجاه النظام. بنلقى بعد ذاك منبر النساء السياسيات برضو شارك وكان في مواجهات كبيرة. بنلقى في تنظيمات ومنظومات مختلفة نسوية ومنظومات عامة هي وضعت الأسس واللبنات الأولية للعمل اللي تراكم في ديسمبر 2019. لكن نحن لو جينا تكلمنا عن مشاركة النساء خلينا نتكلم عن أهمية مشاركة النساء أصلاً. أنا بعتقد أنه النساء هم جزء مكمل للمجتمع الأساسي الثاني، وهم نصفين رجال ونساء. مشاركتهم مهمة لأنهم هم مكملين لهذا المجتمع. ثانيا مشاركتهم مهمة لأنها فعالة، لأنها بتأكد على مشاركة المجتمع بأكمله، بتخلي في قوة من الفعل المشاركة أو الديمقراطي الحاصل. ثانيا بتلقى أنه ليه نحن محتاجين لفعل إيجابي أو كوتا؟ لأنه في خلل، والخلل بيبقى في انه ميزان العمل السياسي المشترك ده بنلقى دايما فيه حق النساء هو اقل من وجود الرجال. ليه؟ واحد، انا بفتكر انه لانه الاحزاب مثلا تم تاسيسها سابقا من الرجال واستمرت لفترات طويله الى الاربعينات حتى شاركوا فيها النساء، وكانوا باعداد قليله ومربوطه بمراكز الوعي او مناطق الوعي في المدن ولا الاسر المنفتحه اللي بتسمح لبناتها في الالتزام السياسي. دي كلها ايضا العهود الدكتاتوريه اثرت على مشاركه النساء السياسيه. ايضا في عوامل ثانيه كبيره جدا اللي هي العوامل الثقافيه. انه في ثقافه في السودان بتقول انه هذه السياسه فعل رجالي او شان رجالي، النساء ما من حقهم حتى يتكلموا عنه. وبنجد كثير جدا من النساء في حد ذاته قبلانات هذه الفكرة ومراكنات، لأنه والله السياسة دي حقت الرجال. بنلقى في نساء في المدن في القرى في مناطق كثيرة جدا، بنلقى أنه في نساء متعلمات وجامعيات وخريجات، وكان بيكون عندهم فعل داخل الجامعة مهم جدا، لكن بعد يتخرجوا بينسحبوا من الحياة العامة. بينسحبوا لأنهم بيفتكروا أنه المشاركة هي شأن رجالي. واحدة دي ثقافتنا وتأثيراتها على مفاهيم النساء. أيضا المستوى بتاع الإشكالات داخل العمل السياسي ذاته، قليل من النساء بيلتزموا اتجاه الأحزاب السياسية وبيرتبطوا بها. أيضا بنلقى في مشكلة في أنه النساء ذاتهم ما بيثقوا في نفسهم اتجاه العمل السياسي، بيحاولوا يبعدوا منها بحيث انه فيها عبء امني، فيها عبء بتاع مواجهه، فيها عبء كبير جدا في ظل الظروف السابقه دي بتخليهم يبعدوا من العمل السياسي. عشان كده الخلل ده بخلي الناس تتكلم عن انه لازم يكون في تمييز ايجابي. التمييز الايجابي اصلا هو فعل مؤقت في الاساس، هو ما نهائي. مقصود منه إننا نعمل تدابير إيجابية نرفع من مشاركة النساء في قضايا العامة وفي المشاركات في البرلمانات التشريعية في المشاركات التنفيذية، بحيث إنه يكون في فرصة
لمشاركتهم بشكل فاعل، بتخلي انه بعد ده تفتح الطريق للمشاركه بشكل كبير في التشريعي او التنفيذي. طيب يا استاذة تيسير، اللي هي انت تكلمتي عن التاريخ النضالي، وكلنا عارفين مثلا النظام ده يعني زي ما ذكرنا في بداية الحلقة انه من جاب قوانين هي كانت منتهكة لحقوق النساء، ودي ممكن تكون واحدة من الاسباب، وعارفين انه دائما الدكتاتوريات هي بتكون عدوة دائما للمرأة. لما نجي نعاين لتاريخ الحركة النسوية خصوصا في المجال السياسي وتاريخ الطويل، وانه كلنا بنفتخر وبنحتفي بانه نحن من اوائل النساء في المنطقه الافريقيه والعربيه، دخول الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم البرلمان، بعد ذاك الحركه بتاعت الاتحاد النسائي السوداني، وكان بدات قبله في جمعيات صغيره، واللي هي دي مشت المسيره. لكن في نقد حاليا من الشابات تحديدا، يعني مثلا بنقعد نعيد الخرطه بتاعت العمل السياسي، بنعاين انه الحركه النسويه مثلا اشتغلت في المجال السياسي اكثر، لكن انت قبل ذكرتي نقطه مهمه، المساله بتاعت العوامل الثقافيه. طيب هل بتفتكري انه نحن بالتمييز الايجابي حنقضي على العوامل بتاعت بالذات العامل الثقافي، لانه دي فيه موروثات، فيه محمول ذهني، فيه ثقافه، النكات بتاعتنا لحد الليله بالذات السنه احنا مع جائحه كورونا وقاعدين في البيوت بنسمع النكت اللي بتكون مستفزه وفيها نوع من الابيوز تجاه النساء، هل بتفتكري انه التمييز الايجابي حيسد الجاب بتاع انه، ودي واحده من المآخذ على الحركه النسويه تاريخيا انها ما ركزت على الجانب الثقافي، اشتغلوا على المساله السياسيه زي ما قلت ونالوا المساله بتاعت حق الترشيح والترشح بالرغم من انه كانت للنساء المستنيرات والواعيات. فطيب كيف التمييز الايجابي ممكن يساعدني انا عشان ما اقدر حتى الزول القاعده في ذهنيتها شايفه انه زي ما قلت انه النساء المتعلمات، وعارفين حتى النساء دخلوا مثلا تنظيمات طلابيه في الجامعات حاليا ما بنلقاهم هم جزء من العمل السياسي، فكيف ممكن عشان تكون واضحه للناس المواطنين والمواطنات العاديين انهم يكونوا فاهمين المساله بتاعت انه والله التمييز الايجابي، او حتى في ناس مستنيرين شايفين انه نحن مفروض ننافس وفقا للكفاءه، فكيف ممكن تساعدنا نطلع من الحته دي؟ أنا بفتكر التمييز الإيجابي أهميته أنه بيقلل المسافة الزمنية في التمثيل، لأنه نحن الآن ما بنتكلم عن تمثيل فقط، نحن بنتكلم عن مشاركة، والمشاركة فرق من التمثيل. التمثيل هو أن تجيب لك عدد من الناس موجودين في برلمان 10 أنفار ولا 15 نفر، ولا زي ما قال بيلا لير في 2005 أنه نحن دايرين نشوف ثياب في البرلمان، لا نحن ما عايزين نشوف ثياب، نحن عايزين نشوف ناس نساء قادرات لطرح قضايا النساء بشكل مباشر، وقادرات أنهم يمثلوا نفسهم والنساء الأخريات ومشاكلهم وقضاياهم بشكل يثير انتباه المجتمع لقضايا النساء. عشان كده نحن بنتكلم عن مشاركة. التمييز الإيجابي خطوة اتجاه إنك تخلق الوعي الاجتماعي، لكن هو براو ما بيعمل وعي اجتماعي. لو ما النساء الموجودات الجو بالتمثيل الإيجابي ده أو التمييز الإيجابي كانوا قادرات على طرح القضايا بشكل مباشر، كانوا عندهم برامج بتاع التوعية كبيرة جدا للمجتمع، كان عندهم رؤية أو برنامج حددنا بيجمع الحركة النسوية كلها بمستوى إنه تطرح رؤاها بشكل واضح، أنا بفتكر التمييز الإيجابي بيجيب لنا عدد من النساء مشاركات، لكن ما بيخلق الواقع الجديد اللي نحن بنقوم طيب فيه. هنجيب في النقطة بتاعت الوعي يا أستاذة تيسير، كلنا عارفين إنه نسبة الأمية عالية جدا وسط النساء السودانيات، بالإضافة لإنه معظم النساء في الأقاليم ما نالوا حظهم من التعليم، ما عندهم السكه لانهم يتخذوا قرار في انهم يشاركوا، عندنا نساء مثلا ما بيتحدثوا اللغه العربيه. هل بنقدر انه او هل بتقدر الحركه النسويه انه تترجم البرامج بتاعت التوعيه دي عشان ما تصل زوله قاعده مثلا في الاراضي المحرره لزوله ما لاقي اكسس لانها او ما لاقي سكه لانها تصل لتعليم، لزوله قاعده في شرق السودان، وكلنا مثلا عارفين شرق السودان فيه اشكالات كثيره ومن المجتمعات المكفوله، فانه نحن كيف حنشيل النساء القعدات في القواعد هناك عشان ما نوصلهم الحد بتاع انهم يقدروا بس يكونوا هم عارفات عندهم حقوق. انا بفتكر انه ما في نساء اصلا من المناطق دي مستنيرات ومشاركات وموجودات وسط الحركه النسويه السودانيه دي، اذا من المناطق المحرره او من شرق السودان او من كل مناطق ريفيه نحن بنعتقد انه نحن ما قادرين نصلها، نحن في العاصمه ما بنمثل كل السودان. بالتاكيد. أنا بفتكر إنه الحركة النسوية السودانية دي متعددة، ما حركة واحدة، حركة متعددة جدا، وعندهم ثقافات مختلفة ولغات مختلفة ورؤى مختلفة، يجب إنه يكون في برنامج حد أدنى يجمع بيناتهم.
البرنامجية لحد اللي بيجمع بيناتهم ده، كل ما واحدة تجي من منطقة محددة هي بتشيل الفكر بتاعت البرنامج ده وبتطرحها في الواقع بتاعها، وممكن بعدك تستخدم الأدوات المحلية بتاعتها من لغات، من طرائق عمل، من طريقة حشد للنساء، من تقديم رسالة المجتمع ليهم بمستوى إنه يكون في فرص بتاعت مشاركة جماعية للنساء في العمل العام ده. الآن العمل العام اللي بيشاركوا فيه ناس محدودين، ويمكن يكون عددهم ما كبير، لكن فعاليتهم لأنهم هم موجودين في مراكز الاستنارة أو موجودين في المراكز اللي ممكن تسمع أصواتهم فيها. اللي هو ده أسي حاليا الناس بتتكلم عن إنه مثلا حركة النسوية قد تكون بتمشي إلى الشمال النيلي، أو بيفتكروا إنها دي بتحت الطبقة المستنيرة. يعني إذا تكلمنا أسي في يعني على سبيل المثال إنه الأجسام القاعدة في الساحة السياسية، الاتحاد النسائي السوداني لا لقهر النساء مؤخرا منسم، ففي صوت لهم كبير موجه، وخصوصا حنيجي نتكلم عن الليسته اللي اترفعت من اللجنه الثلاثيه. فنحن محتاجين بجد انه كيف ننقل الكلام ده يعني من كلام لفعل حقيقي في ارض الواقع. اي نحن عارفين انه في شابات وفي نساء مستنيرات، كويس، في شابات وفي نساء مستنيرات، في شابات وفي نساء مستنيرات انهم هم جزء من الحراك ده. طيب احنا حنمشي محطه خارجيه يا استاذه تيسير، وبعد ذاك نجيك راجعين للنقطه دي. فكره المشاركه السياسيه للنساء ما منفصله من المجتمع اللي عايشين فيه، لانه كل ما كان المجتمع دي بيتيح مساحات بتاعت حريات واسعه، او هو مجتمع حكومات الحكم بتاعه ديمقراطي، المشاركة السياسية للنساء بتكون أعلى بعكس الأنظمة الشمولية. عشان كده بنلقى مسألة المشاركة السياسية دي هي مسألة عالمية، يعني ما خاصة بنا نحن في السودان بس، هي مشكلة عالمية. حتى في الدول اللي بتكون بتتمتع بحكم ديمقراطي أو يعني بوضع مستقر وأوضاع جيدة للنساء، بنلقى فيها إنها مشكلة المشاركة السياسية فيها إشكالات. في الوضع بتاع الانتقال دي اللي أعقب يعني جبعت ثورة ديسمبر العظيمة، واللي شاركوا فيها كل النساء مشاركة فعالة، بنجي نلقى إنه النسب بتاعت المشاركة على مستوى المجلس التشريعي، بس النسبة بتاعت المشاركة على مستوى المجلس التشريعي هي اللي كانت واضحة، يعني كانت بنسبة 40%، دي موضحة في الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية. على المستوى الأجهزة التنفيذية عندنا 4 وزيرات، يعني النسبة لما نجي نحسبها بنلقاها ما بتفوت 20%، وفي مجلس السيادة عندنا 2، يعني أقل من 11، 2 من 11 بتكون أقل من 18% أو أقل من 20%. الليستة الهسي مقدمة اللي فيها مقترحات للولاء البدنيين تكاد تخلو من امرأة، من أي اسم لامرأة، مع إنه في جهات كثيرة عندها علاقة بمجموعات لقهر النساء قدمت مرشحات للمنصب بتاع ولاية الخرطوم. فالتحديات دي هي ما بتتناسب مع الوضع بتاع الثورة أو الوضع اللي نحن عايشين فيه حاليا، يعني مفترض المشاركة السياسية للنساء في الفترة دي تكون أعلى من أي وقت تاني، لأن الوضع وضع بتاع تغيير أو بتاع تغيير مجتمعي وسياسي واجتماعي. رجعنا لكم تاني، مرحب بكم. طيب يا أستاذة تيسير، أستاذة خالدة أشارت لحتة مهمة إنه الوثيقة الدستورية اتكلمت بس عن 40% اللي هي المجلس التشريعي، وللأسف النص كان ما بيقدر العطاء بتاع النساء ونضالاتهم، اتكلموا في البند بدعينا ما لا يقل عن 40%. بصورة عامة حتى المواد اللي اتكلمت عن حقوق النساء خطت حقوق النساء في 5 بنود، المسألة بتاعت اي يتكلموا على التمييز الايجابي لكن ما تكلموا عن التدابير، يتكلموا عن انه المرأة عندها الحق تكون مشاركة. بالنسبة لك انت كزولة سياسية وزولة حزبية اضافة لانك برضو ناشطة نسوية، هل الحقوق الوردت في الوثيقة الدستورية هي مرضية؟ بالتأكيد طبعا ما مرضية، لكن أنا بعتقد إنه ما هدى الآن الممكن والمتاح. الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة الانتقالية نحن حقه من الأساس نستلم أول حاجة إنه نكون مفوضية النوع الاجتماعي بالأساس. نكون المفوضية
دي بتدي فرصة لأنه نعمل بريك داون لباقي الحقوق الموجودة في الوثيقة أو بيحصل بعد ذاك ترتيب للحقوق الموجودة في الوثيقة. عشان كده بعتقد أنه إلى الآن بمرور عام كامل وما تكونت مفوضية النوع الاجتماعي بفتكر أو العدالة النوعية بفتكر ده تعطيل ما عنده معنى، لأنه دي ممكن تنجز للحكم أو للفترة الانتقالية كل مشاركة النساء بشكل مرتب وبتراتبية واضحة جدا، منها العمل التنفيذي ومنها المشاركة التشريعية. نحن برضو بفتكر بعد في فرصة كبيرة جدا ما دام تحددت نسبة 40% للمشاركة في التشريعي، أنا ما لا يغل عن 40%، أنا برضو بعتقد أنه دي فرصة كبيرة جدا بتتيح لعدد كبير من النساء ما بيقل عن 120 امرأة. طيب يا أستاذة تيسير، ما هي 120 امرأة حيكونوا في المجلس التشريعي؟ نعم. لكن بيبقى لما نجي نعايل للجان الحرية والتغيير، يعني مثلا المجلس المركزي للحرية والتغيير من 25 شخص أو من 23 شخص فيه ثلاثة نساء اللي هي نسبة 12%. زي ما ذكرت أستاذة خالدة برضو المسألة بتاعت إنه الوزارات يعني كلها، فلو جينا عاينا للإجمالي، يعني لو عاينا للإجمالي بتاع النساء إنه هو كله ما 25%، فبيبقى هل دي بالنسبة لنا نحن مرضية لطموحاتنا لنضالات النساء للنساء؟ حتى نحن لما نتكلم عن نضالات النساء بالتأكيد ما بنتكلم عن الفعل السياسي بس، يعني لازم نتذكر النساء الريفيات، النازحات، النساء القاعدات في كل مناطق السودان. صحيح، لكن أنا بعتقد إنه الفجوات الحاصلة الآن إذا في التنفيذي أو التشريعي إذا كانت المفوضية موجودة ممكن تسد كل الثغرات. تمام أستاذة تيسير، حنمشي فاصل ونجي راجعين. رجعنا تاني ومرحب بكم، وحنواصل في حلقتنا شركات التغيير واللي هي بتتكلم عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في الفترة الانتقالية. طيب أستاذة تيسير، بعد شاهدنا المداخلة بتاعت أستاذة خالدة اللي هو كنا بنتكلم عن النسب، لما جينا راجعنا النسب بتاعت المرأة حتى لو عايننا ليها إذا سواء كانت في مجلس الوزراء أو في المجلس السيادي بالإضافة للحرية والتغيير كلها ممكن ما تصل الـ 22%. والسؤال البيب لسدة قائم، هل مسألتنا هي ما مرضية بالنسبة للنساء؟ طيب شنو الخطوات العملية اللي قامت بها؟ مثلا خلينا نتكلم عن النساء داخل الأحزاب في البداية، بعد ذاك نمشي لمجموعات الحركة النسوية، وانت كامرأة وزولة حزبية هل في تدابير محددة انه النساء قاعدة يضغطوا بها داخل الأحزاب عشان ما يقدموا في القوائم ولا لا؟ والله انا بعتقد انه ما في تدابير. ليه؟ لأنه في منظومة تنظيمية محددة داخل الأحزاب. نحن لما نيجي نتكلم عن المجلس المركزي بنتكلم عن كتل، ما بنتكلم عن أحزاب. عشان كده الكتل، الإشكال في الكتل ما الإشكال في الأحزاب، أو الإشكال في الأحزاب والكتل مع بعض، في أنهم لما يتم اختيارهم لشخص يمثلهم في المجلس المركزي إذا هم عندهم 5 أفراد كل حزب بيجيب راجل، يعني ما عدا في كتلة نداء السودان في أستاذة مريم، ما عدا في التجمع المهنيين في أستاذة هيفاء، ما عدا في القوى المدنية في أستاذة أمين، دي الموجودات في المجلس المركزي. معناها كتلهم هي تم اختيارهم. بيبقى السؤال المهم إنه النساء محتاجات اضغطوا في داخل أحزابهم اتجاه الكتلة ذاتها عشان يتم مشاركتهم اتجاه الكتلة، ودي بيبقى إنه كل كتلة بتمثل 5، وهم الأعداد في الكتل ممكن يكونوا 22 مؤسسة، من حزب لمجموعة لنغابة فالاختيار الخمسة دي حقيقة بيكون إشكال. عشان كده بنلقى إنه التحالف النساء السياسيات الموجود داخل الإجماع الوطني مثلا ما بيضغط بشكل مباشر عشان يكون هو مشارك في اللجان دي، ما بيضغط. بنلقى إنه يعني بيقبلوا الاختيار الموجود اتجاههم في الخيار الموجود اتجاه الإجماع، بيقبلوه. عدم الضغط ده بيخلي إنه الآخرين ديل ما يحسوا بإنه هم واجب عليهم يكون في مشاركة دي. طيب يا أستاذة تيسير، حنجيب في النقطة، إذا هم تحالف النساء السياسيات اللي هم نساء حزبيات، نعم، إذا هم قاعدين يقبلوا بالترشيحات اللي قاعد تجي، بيبقى السؤال اللي بيطرح نفسه
هل بالنسبة للنساء الحزبيات الأولى شنو؟ الأجندة الحزبية أم الأجندة النسوية؟ بالتأكيد أنا في تقديري إنه هم ملزمين بأجندتهم الحزبية مع الاعتبار لأنه يكون في عمل تحالفي مشترك وأجندة مشتركة واضحة بيناتهم عشان بعد ذاك يتظهر فيها الأجندة النسوية. أنا في تقديري إنهم مهما حاولوا بلقوا انتمائهم اتجاه الأحزاب هو لا، في تقديري الشخصي إنه التزام اتجاه الأجندة الحزبية، لكن إذا التحالف ده وضع له استراتيجية واضحة اتجاه قضايا النساء وبقى فيه التزام مشترك من كل النساء من مختلف الأحزاب المشتركة وبقت برنامج حددنا بيجمع بيناتهم، بيبقى بعد ذاك العمل بيها أو النشرها أو السعي عليها بيكون هو الأساس وبيطغى على الأجندة الحزبية، زي ما حصل زمان في منبر النساء السياسية كانوا 17 حزب، كان في كلمة واحدة رؤية واحدة، حتى لما طرحوا فكرة الكوتا طرحوها بشكل موحد وكانت استراتيجية واضحة. ده ليه؟ لأنه كان في استراتيجية واضحة منهم اتجاه قضايا النساء وهم استلموها وبشروا بها داخل أحزابهم. لكن لما انت تكون قضيتك ذاتها ما رافعة، ما خدتيها أولوية، ما مديها فرصة في قضايا حزبك، بالتأكيد أنا مفتكر ما في سبب يخلوني يهتموا بالموضوع. يعني هي بالتأكيد قضايا النساء بتطالب بها النساء لأنهم هم أدرى بها، لكن بيبقى نحن محتاجين إنه نطلع الأحزاب من الخانة بتاعت التفكير التقليدي في قضايا المرأة وفي الديبيت أو في النقاش اللي بيتكلم عن إنه قضايا الوطن أول، اللي هي نحن كان ممكن لو كنا في دولة ديمقراطية، في دولة قائمة فيها المسألة أساس على يعني مواطنة على أساس الحقوق والواجبات، كان ممكن نقدر نقول والله الأحزاب تنظر لقضايا النساء بمنظور مختلف. لكن زي ما تكلمنا قبل إنه نحن عندنا إشكال كبير جدا، لأنه نحن عشنا في فترات ديكتاتورية في دولة فيها نسبة أمية عالية خصوصا وسط النساء وعي النساء بحقهم. طيب أنت ذكرتي شايف الأولى الأجندة الحزبية، طيب ده بالنسبة لي إذا فرضنا للنساء الحزبيات التاليات بالمستوى الشخصي، لو أستاذة ضيصير النوراني كزولة نسوية وزولة حزبية، شنو الخطوات اللي قاعد تعملها عشان ما ترفع أو تضع الأجندة النسوية على الطاولة؟ أنا بفتكر مهم جدا يكون في وعي بقضايا نسوية داخل الأحزاب السياسية، دي حاجة مهمة جدا، وده اللي بنقدر نعمله عشان نغير به الواقع داخل الأحزاب اتجاه قضايا النساء. لازم يكون في وعي، إنك تنشر الوعي في داخل حزبك، في مكوناتك الحزبية التنظيمية، محل اتخاذ القرار، لازم تكون مشارك في مراكز اتخاذ القرار، لازم يكون عندك تصور واضح في القضايا النسوية دي داخل الحزب عشان الحزب يتبناها ويقدر يدافع عنها. طيب كيف ممكن نعمل الحاجة دي؟ نعمل بالوعي داخل الحزب بس. النساء الحزبية أيوه. يعني هل ممكن ده مجهود بتاع النساء الحزبيات داخل أحزابهم أو يكون في برامج تدريبية مختلفة. أنا أفتكر القوى المدنية عندها دور في اتجاه رفع الوعي وسط المكونات المختلفة الباقية، لكن إذا في برامج تدريبية اتجاه رفع قدرات الأحزاب ويكون من مكون الأساسي هم القضايا النسوية، أنا بفتكر كده بيكون في أثر واضح وعنده تأثير في مفاهيم داخل الأحزاب. طيب إذا جينا تكلمنا مثلا عن الحرية والتغيير، تكلمت عن الكتل، لو جينا راجعنا يعني أنا تاني حارجع لوجود النساء داخل اللجان، يعني مثلا في لجان خالية تماما من النساء، يعني زي لجنة إزالة التمكين، اللجنة الاقتصادية بتاعت الحرية، لكن أفتكر إداريات وسكرتارية وكده اللي هي الدور النمطي للنساء بتاع إنهم في عدد كبير، لكن أفتكر هم بيشتغلوا الشغل الإداري، ما فيه الناس أو تكون محامية ما عندي فكرة ما متأكدة، لكن موجودين في عدد كبير من الشابات في شغالين إداريات وسكرتارية وكذا. طيب أستاذة تيسير حنطلع، حيكون معنا اتصال هاتفي أستاذ جمال إدريس قيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وحنجي راجعين للنقطة دي. ألو مرحبا أستاذ جمال. يا مرحب. مرحب بك في برنامج نضالهن، والحلقة الليلة بنتكلم عن أهمية مشاركة النساء في السلطة الانتقالية. مرحب. طيب يا أستاذ جمال، متابعين اليومين دي حنبدأ
في القائمة بتاعت الولاة، وبعد ذلك بنجي عندنا بعض الأسئلة. طيب يا أستاذ جمال، قائمة الولاة للأسف ظهرت ما فيها نساء، أو عرفنا إنه تقدمت مرشحات لكن في الاختيار النهائي للأسف النساء ما نالوا حظهم. طيب ممكن توضح لنا المعايير اللي تم بها الاختيار وليه ما في نساء في القائمة النهائية؟ شكرا لك والتحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. الـ 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 القائمة بتاعت الولاة طبعا الترشيح كان المعايير كانت من الولايات، تنسيقيات الولايات هي اللي ترشح وتحدد، كان ده المنهج اللي تم به الاختيار من الولايات، انه تنسيقيات الولايات تختار المرشحين للولاية، وكان التوجيهات انه او الطريقة بتاعت الاختيار انه لو توافقوا على شخص واحد إذا كان رجل أو امرأة، أوكي، إذا ما يختاروا أو ما توافقوا على شخص واحد، يبعثوا قائمة من 3 إلى 5 مرشحين. كل الولايات ما توافقت على شخص واحد. الولايات التنسيقيات بعثت قوائم، أي نعم في 4 ولايات فيها نساء كمرشحات. بعد ذلك طبعا المرشحين جايين من كتب، طبعا المرشحين والمرشحات في طريقه التصويت الاختيار لكل ولايه كان هنالك انسحابات، يعني تصويت بالانسحاب، انه مثلا الكتله الفلانيه عشان نصل للتوافق يعني لشخص واحد، فكان بيتم مثلا الكتله المعينه بتسحب مرشحه اذا كان رجل او امراه، فصدف انه النتيجه طلعت كذلك يعني، لكن كان في مرشحات اي نعم في 4 ولايات. طيب معلش يا استاذ جمال، حنرجع للنقطه بتاعتك. معلش انا حرجع للاجراء، هل الاجراء التم ده او التوافق التم كويس هو تم وفقا لمعايير محدده؟ ولو في معايير تمت ممكن تعرفها المشاهدين والمشاهدات؟ اي نعم نعم، كان في معايير طبعا، كان بيتلى اسم المرشح وسيرته الذاتية وكذا يعني. والسيرته المهنية. وبعد ذلك بيجري التوافق والاختيار حسب لأنه كل مرشح أو كل اسم بيتقال معاه السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات وكذا. ما هي دي حاجة طبيعية يا أستاذ جمال، إنه تتقال السيرة الذاتية والناس تتكلم عن الخبرات، لكن هل في معايير محددة بتخلي إنه والله حنختار بغض النظر عن رجل أو امرأة، لكن في معايير محددة إنه نحن حنتكلم عنها وحنختار بها، ولا القصة دي تمت وفقا للتوافق الداخلي بين الأحزاب؟ لا لا، هي مش توافق، هي تصويت، ما التصويت بيتم بعد ذاك، ما مش توافق بمعنى التوافق يعني. طيب ما كانت حاجة غريبة بالنسبة للحرية والتغيير بالرغم من لأنه ما كان لازم يتم تصويتها، ما هو أنت ما عايز شخص واحد، ما هو أنا فاهمة إنهم هم معلش يا أستاذ جمال، لكن صدف أنه طلعت الأسماء كده يعني، لكن هنالك معالجات تمت طبعا ليتر يعني. طيب المعالجات تمت على أي أساس وتمت كيف يعني؟ المعالجات الآن مطروحة بالنسبة لمشاركة المرأة في موضوع الولايات، انه في مقترح انه يكون اذا في نائب والي او المنصب الاول بعد الوالي، دي واحده. الثانيه انه 50% من تشكيل السلطه الولائيه تكون للمراه، 50%. طيب لا نحن مطروح الان، معلش يا استاذ جمال انا حرجع للنقطه دي ثاني، نحن بنتكلم عن انه في يعني اذا افترضنا انا مرشحه لمنصب بتاع والي، هل بيكون بعدين مقبول انه انا اجي في عمل تنفيذي او اجي نائب للوالي؟ ما هي في النهايه كانت معايير بتاعت اختيار، بعد ذاك المساله بتاعت المشاركه السياسيه للنساء دي حق، سواء كان وفقا للوثيقه الدستوريه او وفقا للمعاهدات والمعاهدات الدوليه، فبيبقى كيف انه الحريه والتغيير تقبل بانه قائمه الولاة ما يكون فيها نساء؟ ما هي مش مساله قبول وما قبول، لكن في ظروف موضوعيه طبعا، لانه خلت اصلا القوى السياسيه والكتل اصلا ما موجود فيها بشكل كافي اذا كان في الولايات او اذا كان في المركز، دي ظروف موضوعيه، لكن بالتاكيد داير معالجه.
المسألة، ولولا كذا ما كان تم الناس نصت على الوثيقة الدستورية أن يكون 40%، لابد أقلش يعني 40% من مشاركة النساء في المجلس التشريعي مثلا أو في كل المستويات على السلطة. ما هي أستاذ جمال الوثيقة الدستورية النسخة الأخيرة طلعت تكلمت عن ما لا يقل عن 40%، لكن ما ذكرت بقية المستويات بتاعت هياكل السلطة، بيبقى شنو المعالجات؟ لكن بالقياس الناس سعيت أنها تبني على هذا النص بالقياس. يعني حتى مثلا في الوزراء كان في قياس بأنه والله أكبر المشاركة نلقاها مثلا يكون في مشاركة بتاعت نساء في السلطة التنفيذية، وطالما في السلطة التشريعية نصت عليها الوثيقة، وبالتالي السلطة الولائية الناس هسي اتفقت على أنها تكون مثلا 50%. باعتبار انه تاكد على اهميه المشاركه بتاعت المراه، وتبقى ترسخ هذا المفهوم، بعدين تعكس الدور الاساسي والمحور اللي بثه المراه في الثوره، لانه الثوره هي ذات نقله. انا افتكر ان الثوره هي ذات الثوره السودانيه نقله وعتبه اساسيه جدا لتغيير الواقع اللي كان ما مد المراه دور اساسي. وهو معليش اخر نقطه يا استاذ جمال، معليش اخر نقطه اللي هي بصوره عامه مشاركه النساء في هياكل الحريه والتغيير ضعيف جدا، اللي هو ما بيتعدى 22%، فافتكر دي حاجه مخجله جدا لثوره شاركت فيها النساء بنسبه فاقت ال 65%. فعايزه في اقل يعني اقل من ثانيه توريني شنو التدابير الواضحه، عايزين حاجات واضحه لانكم انتم حتعالجوا الحاجه دي، نحن ما عايزين وعود يعني ما عايزين كلام، نحن عايزين حاجات فعليه وعمليه. كان المفروض الناس كان عندها مقترحه مؤتمر تداولي لمعالجه بعض يعني كثير من القصور في الوضع التنظيمي في الحريه والتغيير. جزء من هذا القصور هو عدم تمثيل المراه بشكل كافي في الحريه والتغيير. وكان مفترض يقوم مؤتمر تداولي لمعالجه هذه المسائل. لكن المؤتمر طبعا تاجل لظروف الجائحه بتاعت الكورونا. لكن كان هذا موجود في تفكير الناس وفي تخطيطهم يعني. بالنسبة لضرورة مشاركة المرأة في هياكل الحرية والتغيير. طيب يا وضرورة تنظيم جمال بشكرك برجال المقاومة بشكرك جزيل الشكر، وبيبقى نحن محتاجين بجد انه الحرية والتغيير تعيد النظر في الهيكلة بتاعتها، ولازم يكون في نساء ما لا يقل عن 40%. شكرا جزيلا. أكيد شكرا لك. شكرا. طيب أستاذة تيسير عندك أي تعليق على كلام أستاذ جمال وهو قيادي بالمجلس المركزي؟ بس بأكد على حقيقة أنه يعني هم حاولوا يعملوا معالجات في موضوع مشاركة النساء، نظريا حاولوا يعملوا معالجات، بيبقى عمليا لازم تطبق المعالجات دي. هل أنه النساء اللي كانوا مرشحات يشاركوا بعد ذاك في مع الأولى بشكل مباشر؟ ودي واحدة من المقترحات إنه المهام التنفيذية 50% منها يكونوا نساء برضو. أنا بفتكر دي معالجات إلى حد كبير ممكن تخفف من العبء أو من الوزر بتاع عدم مشاركة النساء في العمل التنفيذي الولائي. نحن ما عايزين نمشي خطوة عملية، يعني مثلا نسي واحدة من الحاجات اللي اتعملت مثلا اللجنة الثلاثية من الاتحاد النسائي ولا لقهر النساء ومنسم قدموا قائمة، هل بتفتكري انه القائمه دي حيتم اتخاذها على محمل الجد وانها حتفتح الباب ثاني لترشيحات الولاء؟ والله بيبقى القرار بعد كده هو القرار الجهه التنفيذيه المنظمه الاختيار. هل هم حيكتفوا بالقائمه الاولى الموجوده وبالتوضيحات بتاعت قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي، ولا حيفتحوا فرصه لانه يكون في ترشيحات جديده؟ يعني دي حقيقه ما في تكهنات، يعني انا ما بقدر اقول انه والله بتوقع انه الجهه التنفيذيه مثلا تفتح باب الترشيح ثاني، ما بقدر اقول الكلام ده، لكن اكيد في محاوله لوضع معالجات اتجاه مشاركه النساء في العمل الولائي او الوظائف التنفيذيه الولائيه دي بمستوى يكون فيه مشاركه حقيقيه للنساء. طيب يا استاذة تيسير، نحن واضح جدا انه هو في اشكالات في مشاركه النساء. قبل ما نواصل حنمشي ناخد إفادة وحنرجع تاني جد. المرأة السودانية طوال قضية الحرب والسلام في السودان والحرب في السودان معلوم أنها استمرت أكثر من 60 سنة، كانت المرأة هي رأس الرمح
في تربية الأبناء وراس الرمح في العمل وراس الرمح في التوفير كل مستلزمات المعيشة للبيت. ولكن في المقابل عندما تأتي اتفاقيات السلام، وعندنا في السودان جاءت اتفاقيات سلام كثيرة جدا، ما بنلقى المرأة مشاركة كبيرة في المفاوضات، وما بنلقاها مشاركة كبيرة جدا في الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ قضايا الحرب والسلام. والشاهد على كلامنا ده، عندنا في السودان اتفاقيات سلام عديدة جدا، من أبوجا للدوحة للقاهرة لأسمرة لنيفاشا للدوحة، وأخيرا في جنوب السودان عندنا وفد، والآن بسبب جائحة كورونا وحمى الله شعبنا والأمة الإنسانية من هذا الوباء، ما بنجد وفد في الوفد الحكومي أو الوفد بتاع الحركات رفاق النضال المسلح من النساء. أيضا إذا مشينا لمكونات الحرية والتغيير، المجلس المركزي فيه 25 الأعضاء بتاعينه 25، عدد النسبة بتاعت النساء ما بتتجاوز نسبة ما بتصل نسبة 40%، وده إذا نحن عملنا جرد حساب، والحساب نحن عندنا ولد وبنت، ده جرد حساب بسيط جدا. أيضا لو مشينا للجان المتخصصة في قوى الحرية والتغيير، هي حوالي 12 لجنة، بنلقى إنه عدد النساء فيها بسيط. إذا هذه القضية، قضية المشاركة العادلة للمرأة فيما يتعلق بقضايا الحرب والسلام وقضايا الانتقال الديمقراطي، يجب الانتباه لها ويجب مراجعتها. آن الأوان أن نعيد للمرأة السودانية هيبتها، ونرد لها التحية اللي قدمتها لنا نحن وللشعب السوداني، نرد لها التحية بأحسن منها. ونحن شفنا كيف لما كانت الزغروتة والساعة وحدي كل الشوارع بتضج بالهتافات وبالمظاهرات وبالمواكب. الآن في جائحة كورونا، الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي، صيادلة ومختبرات وأطباء، كلهم يتصدوا لهذه جائحة كورونا على رأس الطبيبات والصيدليات، ودي تحية كبيرة جدا لهم. هم نضالهم ما وقف في الثورة، قبل ما يلتقطوا أنفاسهم جات علينا جائحة كورونا، ولكن لما نجي نشوف المقابل ونجي نشوف ما قدمناه من نظير تضحيات المرأة، بنلقى النتيجة صفر كبير جدا. رجعنا لكم تاني، والتحية لجيشنا الأبيض، خط دفاعنا الأول. طيب يا أستاذة تيسير، ونحن ماشيين على ختام الحلقة، وفي قضايا وفي نقاط كثيرة اتفتحت، وسبعين الكلام بتاع المجلس المركزي بالإضافة للإفادة اللي هي بتوضح أنه يعني خلل كبير وحاجة مخزية، والحركة النسوية في نفس الوقت بتطالب بالمناصفة اللي هي بنتكلم عن 50%، وواحدة من شعاراتنا الأساسية حقنا كامل وما بنجابل. طيب نحن عشان نمشي من المرحلة بتحت الجول اللي هي بيقولوا فيها الحرية والتغيير، شنو الحاجات اللي ممكن نحن عمليا نمشي بها؟ وأنا بفتكر إنه الخطوة بتاعت اللجنة الثلاثية ممكن تكون واحدة من الخطوات اللي بتخلينا لقدام، لكن طبعا في النهاية بيبقى القرار للجهة التنفيذية لاختياره. برضو ممكن نعاين لتأكيد السيد رئيس الوزراء دائما في خطاباته في المحافل الرسمية بيتكلم عن مشاركة النساء، فممكن نحن في أقل من دقيقة ممكن تقول لنا شنو المعوقات؟ نحن ما في كلام كثير يعني هم بيتكلموا، كيف حننتقل لمرحلة؟ أنا بعتقد المعوق الحقيقي إنه نحن مجموعات مختلفة كنساء محتاجين. أنا بفتكر مبادرة بتاعت اللجنة الثلاثية بداية لخلق آلية بتاعة عمل مشترك سوا، وبرنامج وأجندة مشتركة تجمع النساء وتجمع النساء كلهم. يعني الآن في مجموعات نسوية كثيرة جدا خارج الإطارات الثلاثة اللي تكلمت عنها، إذا كان منسم، إذا كان لقهر النساء، إذا كان الاتحاد النسائي، في التحالف النساء السياسيات، في مجموعة الحارسات، في مجموعات كثيرة جدا تكونت أثناء التجربة بتاعت ديسمبر، وكان عندها دور فعال جدا. محتاجين كلنا نحتويهم ونتقارب كلنا ونكون مع بعض ونطور المفاهيم اللي احنا وضعناها عشان نخلق لنا عمل مشترك بيجمع النساء حقيقة. بس يا أستاذة تيسير، هل بيبقى الاختلاف هو دي هي معوق بالنسبة لنا؟ نحن أصلا قاعدين في بلد متعدد. لا، ما بعتقد الاختلاف معوق،
ان احنا لما نتكلم عن برنامج حددنا او عن اجنده مشتركه او عن رؤيه تنسيقيه مشتركه بين المجموعات دي كلها، ما بنتكلم عن اندماج ولا بنتكلم عن وحده نعتقد كل الناس الموجودين وحده واحده، لا، كل واحد عنده مكونه المستغل لكن عنده الارضيه المشتركه مع الاخرين عشان يبدوا في العمل المشترك الممكن يدي قوه تقدر تضغط بيها بعد ذاك في انك كيف تعدل الواقع بتاعك ده بمستوى واضح. طيب يا أستاذة تيسير، ونحن في ختام حلقتنا حاشكرك جدا، والنقطة بتاعتك دي اللي هي ممكن تفتح لنا نقاش في المرة الجاية انه نحن كيف الحركة النسوية السودانية كيف ممكن تدير التنوع بتاعها عشان ما تصل لتمثيل او مشاركة سياسية فاعلة للمرأة. حقنا كامل ما بنجامل، شكرا لكم، لحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية. شكرا جزيلا، انه نكون قدرنا نوصل شذرات من افكار المشاركه السياسيه اللي هي بحر كبير جدا، وبنتمنى انه نضع اسس حقيقيه لعمل مشاركه للنساء مشتركه بطريقه تصبح انه اداه الضغط واحده ومميزه وموجهه اتجاه قضايانا وتوصلنا لنتائج كتجارب دول كثيره جدا موجوده. كتر خيركم وشكرا. شكرا للتيم العامل في البرنامج، وشكرا لكل الناس اللي ساعدتني برا على انه اعد الحلقه واشتغل في البرنامج، جزيل الشكر. شكرا لك.